هذا المقطع برعاية متجر أيوه لبيع الرونز وجميع الأسلحة والدروع والتلزمن وجميع آيتمات اللعبة. إذا حبيت تلقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم، لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب بالوصف، وترككم مع المقطع. السلام عليك، حياك الله عزيزي المشاهد، يا مرحبا بك في مقطع جديد من لعبة الدر رينج. الجار كويست لاين او الليتل جار كويست لاين المفروض يسمونه، هذا الصغير لازم ان عشان تكمل الكويست لاين كامل تبعه لازم انك تكمل كويست لاين اللي شرحته في المقطع الاخير اللي هو تبع الكسندر، وحسب القصة هذه على اساس ان هذاك خاله او عمه ما ادري. المهم مثل ما تشوفون يا اخوان، النزلة هذه راح توصل بعدها الى الجريس بوينت اللي فيه او اللي موجود جنبه الجار هذا. شوف يا عزيزي المشاهد، اذا واجهت اي مشكلة بهذا الكويست لاين في شغلتين لازم تنتبه لها. الشغلة الأولى لازم أنك تقدم الوقت أكثر من مرة عشان يتغير الكلام اللي يقوله هذا الصغير، فضروري كل من يخلص هذا الكويست لازم أنه يروح إلى الجريس بوينت ويقدم الوقت ويرجع، أو يروح الجريس بوينت ويرجع بدون ما يقدم الوقت، وبتلاحظ أن الصغير هذا يغير في كلامه. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، إذا واجهت أي مشكلة في هذا الكويست لاين ممكن تقابل ديولس في الفالكينو منار. المهم غير كذا راح يقول لك في حاكم جديد اسمه ديولس تقريبا أجا، ولكن يداته ناعمة وما يبين عليه أنه محارب، وكان يتمنى هذا الصغير انه يكون فيه محارب زيك انت يا عزيز المشاهد، كلمك يعني. طيب بعد ما تخلص كلامك مع الحاكم الجديد هذا وتكلمه اكثر من مره، ترجع للجريس بوينت ولازم انك تقدم الوقت الى النايت فول، ضروري جدا. وانت في نفس المكان ممكن انك تلاحظ ان الجار الصغير هذا اختفى من هذا المكان، وهذا دليل ان ايش، خلاص قدمت الوقت انت كفاية، فممكن انك تتقدم وتحصله موجود في هذا المكان. وبتتقدم شوي بعد وبتحصل ديالوس على الارض، راح يطلع لك خيارين هنا يقول لك هل انا دفعت عن الجارز، بتقول له ايوه وبتسلك له، لازم انك تختار الخيار الاول يو ديفندد ذم، على اساس انك تطمنه انهم كلهم بخير. بتقدم الوقت وبترجع بتحصل الجار جنب الجثة، وبترجع تقدم الوقت مرة ثانية، وبترجع بتحصل الويب اللي هو سلاح ديالوس والخوذة تبعه وبتاخذها هذه المرة، وبعدها بتقدم الوقت وبترجع عند الجار الصغير، وهنا بتحتاج انك تكون مكمل الالكسندر كويست لاين يوم تعطيه هذا الايتم اللي تلقاه من هذاك الكويست اللي هو الاناردز اوف الكسندر. وللمرة الاخيرة بترجع للجريس بوينت بتقدمه، وبترجع لنفس المكان اللي كان جالس فيه الجار الصغير، وبتحصله ترك لك الشامبيون جار، وهذا يا شباب راح يزيد مفعول قوة الثروينج ايتم او البوتس اللي ترميهم، وهذا من اكثر الايتمات اللي قلت انها مسحوب عليها في اللعبه ومهمه جدا، وراح تكون باذن الله مقطعنا الجاي، فضروري انكم ما تفوتونه. لا تنسوني باللايك اذا عجبكم المقطع. شكرا لمنتسبين القناه هنتر بندر مشاري وساموراي في 7 اب ودروف، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.